بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هشوف مع بعض ازاي اعمل سيستم في برنامج الريفت ام اي بي. بداية ايه فايدة ان انا اعمل سيستم في برنامج الريفت ام اي بي؟ الفايدة ان هو بينظم الشغل بتاعي، ببقى عارف الاير تيرمينال والضغطات دي كلها بتنتمي لاني مكنة، بيظبط لي حسابات. يعني ممكن اقول له شوف لي الضغطات دي هتبقى مثلا قد ايه، ممكن اقول له اديهم كلهم لون واحد في قلب ال في قلب الفيو دوت، تمام. فليه فوائد كتير جدا، وبحرص ان انا اعملهم مظبوط، ما احطش اير تيرمينال مع مكنة تانية لان ده هيأثر على الحسابات بعد كده. طيب انا دلوقتي عملت سيلكت على اير تيرمينال، فلقيت اوتوماتيك طلع لي القائمة اللي فوق بيقول لي دي فاميلي، لو انت عايز تغير فاميلي كونكت انتو وصلها بضغط معين اير تيرمينال اون دكت او ضغط. طيب هقول له اعمل لي كرييت سيستم دكت، فبيقول لي انت عايز ايه. هو الاير تيرمينال ده ما فيهوش غير ان هو سبلاي، المخرج بتاعه سبلاي، ما فيهوش سبلاي، ما فيهوش ريتيرن، ما فيهوش اكسوست. فباجي هنا بلاقي هو سبلاي بس. لو انا مختار حاجه فيها اكتر من سيستم او ينفع انها تبقى اكتر من سيستم بيديني اختيارات، تمام. بيقول لي عايز تسمي السيستم نيم ايه، تمام. فهسميها اي اسم او حسب اسم المكنه، فاقول له ايه اوكي، تمام. ما حصلش حاجه. انا لازم ادخل هنا تاني، هنا من السهم دوت اقول له edit system واقول له add to system، فهبدأ اضيف الحاجات اللي هتبقى موجودة معايا في قلب السيستم دوت. تمام. بعد كده ممكن لو حاجة جت معايا زيادة اقول له remove from system، بحيث ان انا احذف اي حاجة انا جديدة. اقول له select equipment، كده انا حددت المكنه بتاعتي. بقى كده خلاص السيستم ده معروف ان المكنه دي بتدي كل اير تيرمينال دول، تمام. سيستم اكويبمنت فينيش. دلوقتي انا لو جيت في اي وقت هنا، تمام، ودوست تاب، راح محدد لي السيستم كله بقى موجود معايا. ممكن اقدر اجي هنا من اديت تايب اعمل تايب جديد لو انا عايز من السبلاي اير، اقدر اديله لون معين، تمام. يعني مثلا اقول له انا عايز سبلاي اير يبقى لونه مثلا اللون دوت، اوكي. عايز السمك بتاعه، الويت بتاعه، الباترن بتاعته، اوكي. الكالكوليشن بتاعته تبقى عامله ازاي، الماتيريال، الرايز دروب، كل الحاجات دي اقدر احدد الشكل بتاعها، تمام. كل دول كلهم سبلاي اير، فكلهم خدوا نفس اللون. تقدر تغير الريتيرن ان هو واخد لون مختلف لان احنا ما قربناش منه لغايه دلوقتي، تمام. تقدر تقول له جنريت لي اوت، ظبط لي اعمل لي شكل افتراضي وبعد كده تبدا انت تظبطه، او جنريت بليس هولدر يعني اعمل لي بس مش ضغطات، اعمل لي بس لاين بحيث ابدا بعد كده بعد ما اعدل فيه اروح احوله كله للضغطات. جنريت لي اوت مثلا بيبدأ يفترض ان انا هوصل المكنة من خلال امشي من هنا وادي بالطريقة ديت، تمام. شكل السوليوشن تايب بتاعه نتورك، في بالشكل دوت، في بالشكل دوت، في بالشكل دوت، في بالشكل دوت، زي ما انت عايز الاقرب للتصميم بتاعك. ممكن تقول له لا ده انا عايز شكل تاني، فيديك اختيارات. دي احد الفوائد الكتيرة لو انت عملت سيستم، تمام. طيب انت مثلا عملت كده هتقول له سيتنج. السيتنج هنا المقصود بيها الميم بتاعك هيبقى نوعه ايه وهيبقى ارتفاعه كام، البرانش بتاعك هيبقى نوعه ايه وهيبقى الفلكسبل بتاعه ايه، تمام. اقول له اوكي، انت خلاص خلصت السوليوشن بتاعتك. هتقول له فينش لي اوت، تمام. عمله لك انت بتبدأ بقى تشوف لو في حاجة عايزة تعديل تبدأ انت تعدلها، تمام. يعني بس هو عمل لك الحاجة الأقرب للصحة، لو في أي تعديل أنت بقى بتعمله يدوي. لو احنا عايزين نشوف السيستم بتاع المشروع كله، باجي هنا من فيو بروح ليوزر انترفيس على سيستم براوزر، هتلاقي كل السيستم موجود هنا. يعني مثلا لو احنا عملنا سيلكت على السيستم اللي احنا لسه عاملينه، هتلاقي ان هو موجود في الميكانيكال، هتلاقي ان هو موجود في السبلاي اير،
هتلاقي ان هو موجود اهوت.